دائما للدولة المصرية والعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والهند، وتقديرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة في مصر عقب ما شهدته المنطقة من تطورات وأزمات متلاحقة. شاركت مصر في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، وهو اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور الهند عام 1950. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن الامتنان على دعوته لزيارة الهند وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متوجها سيادته بالتهنئة بمناسبة احتفالات الهند بيوم الجمهورية، ومعربا سيادته عن التقدير للدعوة التي تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال هذه الاحتفالات. كما شاركت كتيبة من القوات المسلحة المصرية في عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية بالعاصمة نيودلهي وحضور السيد الرئيس. بما يعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقين، خاصة في ظل متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والهند ومدى تميزها، مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما.